مول على هب مول ده كل خشب لازم طب شو الخلل شفت كهرباء لازم يولع زيت هلا حبيبي حياك الله يا هلا والله مو معي ابي حم هذا هو يقول لازم تجيبوا ونش يا زلمة هلا مش زعلان احنا اسمع هذا لو انك كيف انه شوف يعني عادي لو تاخرت الله يستر المستشفى فرح كله رايح الجديد كله هسه نشوفه جديد المبنى على وشك السقوط وهنا هنا قاعد مجهز التمر وقاعد شو ايوه قاعد يتكسر القزاز قاعد يتكسر وشرت كهرباء ولع كامل طيب كامل الله اعلم اي مشيلين الناس سيارات عجقه مصيبه في احتمال انه يقع الجهاز فالله يستر اذا يقع وهم موجودين كلهم تحتيه اذا وقع المبنى وكلهم تحتيه احنا بعاد عن المبنى وفي خوف علينا والله العظيم والله خير ان شاء الله ان شاء الله الله يا رب لا يجيبكم مصايب ان شاء الله سلام
يقولوا له؟ اه سعاده النائب القائم هذا اللي فات؟ اه هاي هو المقاوم.